ايه ماما تفضلي. انا اخذت قراري وما بدي حدا يعترض. معقول؟ شو هالقرار اللي اخدته هلا؟ معقول إله علاقة بحكي ريشي؟ يعني تلغي عرس فيكرانت ولاكشمي؟ قرار اللي اخدته بخصوص عرس فيكرانت ولاكشمي. بخصوص عرس فيكرانت ولاكشمي؟ خير؟ شو اللي قررتيه؟ قولي. في كتير شغلات صارت بحياة لاكشمي بالفترة الأخيرة. تعرضت لمواقف هددت حياتها، ومنيح إنه لاكشمي قدرت تتجاوز كل شيء بدون ما تتأذى، وشفتوا كيف دايماً كان ريشي جنبها وعم يساعدها. ماما، بدون مقدمات، شو هو قراري؟ لا تقاطعيني، هذا اللي ناقص. قبل ما أخبركن لازم الكل يعرف أنا ليش أخذت هالقرار بهيك وقت. ما هيك؟ معك حق ستي، خلاص خدي وقتك وأحكي براحتك. قولي. يلا كملي ماما. كنتي عم بتقولي إنه وقت كان يصير في خطر على حياتها كان يجي ريشي وينقذ لاكشمي، ما هيك؟ وهلأ اللي أنا بدي أقوله بصراحة مو حاب يصير هالشي مرة تانية بنوب. ما بدي إياها تزعل أو تواجه مشاكل بحياتها بعد اليوم، لهيك ما رح تتزوج. ماما؟ ستي؟ إيه؟ لاكشمي ما رح تتزوج وما بدي حدا يعترض على قراري أبداً، مفهوم؟ حلو. إيه مزبوط، مثل ما سمعتوا هاد هو قراري، لأنه في شيء كتير مهم لازم نعمله قبل العرس. ما رح تتزوج لأنه نحن نسينا أنه قبل العرس لازم نعمل شوية مراسم. مراسم رح تصير اليوم، وأنا حكيت مع الحكيم. هلأ قولوا، حدا عنده أي اعتراض؟ ماما، ليش لحدا يعترض أصلاً؟ يعني هذا القرار اللي أخدتيه برأيي كتير منيح مشان سعادة بنتنا. قولي لي إذا بدك جهز أي شيء مشان نلحق، شو رأيك؟ كل شيء صار جاهز، بس لازم تطلب من كل الموجودين يشيلوا المشاعر السيئة على جنب. سمعتيني كاريشما؟ أكيد، صوتك على قد معالي مسموع كتير منيح ماما، بس هالشي اللي قررتيه منيح عموما ورح يفيد عيلتنا كمان. وبهالمناسبة برأيي خلينا نحاكي فيكرانت وعيلته كمان ليجوا يشاركونا، ماشي؟